السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو إن شاء الله هنكمل مع بعض الأمراض بتاع الأسوفجس. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الريفلكس أسوفجيتس، يعني دي كانت برضو موضوع، وقلنا إن الريفلكس دي بتعمل حاجة اسمها البارت لو تفتكروا، وقلنا ممكن يكون السفنكتر بتقفلش كويس، تمام. واحد بياكل وبينام على طول، فالأكل بيرجع فين؟ في الأسوفجس، ويعمل التهاب في نهاية الأسوفجس من تحت. قلنا في حاجة اسمها هيتس هيرنيا، ان ممكن المعده نفسها تبقى معديه من الاسوفاجيال اوبننج وداخله في قلب الايه، في قلب الثوراسيك كافيتي، مع النيجاتيف انتر ثوراسيك بريشر، تمام، ومع الضغط بتاع الفتحه بتاعه الديفرام الاسوفاجيال هيتس بيضغط على المعده ويعمل برضو ايه، الفلكس. وده بيعمل التهابات وميتابليزيا فين؟ في اللور اند بتاع الاسوفاجس، وبيؤدي الى احد الاورام اللي هو اسمه ادينو كارسينوما، ماشي. وبيسموا الحاله دي لو تفتكروا باريت اسوفاجس، تمام. وبرضو اتكلمنا برضو كده على حاجه اسمها بلومر فينسون سيندروم. البلومر فينس سندروم ديت قلنا دي عباره عن مشكله كده بتحصل في الفيميل، واحده عندها نقص حديد ايرن ديفيشنس انيميا، وعندها صعوبه في البلع ديسفيجيا، تمام، وبيبقى عندها التهابات في الايه، في الميوكوس ممبرين بتاع التانج اسمها جولوسايتس، والتهابات في الفارينكس فارينجايتس، ومعاها ضمور في الميوكوس ايه ممبرين، ومعاها برضو التهابات فين؟ في عند الانجل كده بتاع الماوث، ماشي، بيسموها انجولار ايه ستوماتايتس. ايه الاسباب بتاعها؟ انون، بس بيسموا المتلازمه دي كده على بعضها بلومر فينسون ايه سندروم. المشكله بتاعتها المتلازمه دي، تمام، مع الالتهابات بتاع الميكوزا اللي بتحصل، بيحصل حاجه اسمها بوست كريكويد كارسينوم، بتقلب بايه، باحد الاورام او باحد المشاكل بيسموها الايه، البوست كريكويد كارسينوم. يعني بدايه الاسوفاجس، يعني البدايه بتاعه الاسوفاجس اصلا، ماشي، بتبقى نهايه الفارينكس. يعني الاسوفاجس اصلا بيبدا منين؟ من اللور اند بتاعت مين؟ الفارينكس. ده الفارينكس اهو، الفارينكس قدامه لارينكس. يعني لو جينا نبص على المنظر اعمل كده، ده اللارينكس كده، واللارينكس تحت التراكيه، ماشي. طيب دي التراكيه. دلوقتي في نهايه اللارينكس في عندنا غضروف كده اسمه كريكويد كارتلج، يعني كده لو كده الفرنت وكده الباك، يعني ده كده انتيريور وكده ايه بوستيريور، عشان بس نفهم الموضوع عامل ازاي. ده بنسميه كريكويد كارتلج، ده اسمه الايه، كريكويد كارتلج. فدلوقتي هنا ده الابر اند بتاع الاسوفاجس، خلي بالكم، فمول بوست كريكوت كارسينوما، تمام. فيعني الورم ورا كريكوت كارتلج اللي هو ده، اللي هو اخر غضروف في غضاريف مين؟ اللارينكس. يا اما نسميها بوست كريكوت كارسينوما او كارسينوما اوف هايبو فارينكس، يعني ده الفارينكس نهايته من تحت، ماشي، فيها برضو ايه نوع، هو ده السرطان اللي بتكلم عنه اللي اسمها يعني البوست كريكوت كارسينوما. ممكن اقول بوست كريكوت او كارسينوما اوف هايبو فارينكس او كارسينوما اوف ابر اند اوف ايه، اوف اسوفاجس. هي كل دول بيطلعوا منين؟ نتيجه البلومر فينسون ايه سندروم، او المشكله دي بتحصل نتيجه ايه، المتلازمه دي الغريبه العجيبه دي اللي بتحصل في الفيميل اللي اسمها البلومر فينسون ايه سندروم. طيب تمام، برضو قلت كده معلومه، كل اللي بقوله ده على فكره عشان ايه، بمهد للسرطانات بتاعت مين، بتاعت الايه، الاسوفاجس. خلي بالكم من الكلام ده كله. يبقى انا جبت سيره حاجه اسمها ريفلكس اسوفاجيتس، ماشي، ارتجاع اللي بيحصل في المريء، وبيحصل حاجه اسمها باريت اسوفاجس اللي هو الميتابليزيا اللي بتحصل في اللور اند بتاعت مين، الاسوفاجس. وجبت سيره حاجه اسمها بلومر فينسون اي سندروم، المتلازمه العجيبه الغريبه الانون ايتيولوجي دي اللي بتحصل في الفيميل وبتقلب برضو بايه، بسرطان. في برضو حاجه تانية قلناها اسمها اكاليزيا اوف كارديا، ان الكاردياك سفنكتر ما بتفتحش، يعني اثناء البلع، ماشي، ما بتفتحش، محتاجه يعني واحده بتشرب ولا بتاع، وفي ويكنس في الجانجليا اللي موجوده في جدار الاسوفاجس، فالاسوفاجيال سفنكتر دي او الكارديك سفنكتر ما بتفتحش خالص، ويفضل في تراكمات من الاكل موجوده فين؟ في اللور اند بتاع الاسوفاجس. طبعا بيحصل بقى ايه، تضخم في الوول نفسه، هايبرتروفي في الوول نتيجه الكونتراكشن المستمر، ماشي، عايز بقى ايه يعني زي نزل الاكل اللي موجود ده، تمام. حاجه تانية بيحصل قرح فين؟ في الاسوفاجس، وممكن بعد كده ممكن تقلب بعد كده بايه، بكانسر. يعني دي برضو من ضمن البريديسبوزنج فاكتورز اللي ممكن تعمل كانسر فين؟ كانسر في الاسوفاجس. طيب تعال نشوف مع بعض كده بقى ايه الاورام بتاع الاسوفاجس عامله ازاي، ايه هي التيومرز اوف اسوفاجس. بص هنمشيها كلاسيك خالص، يعني ايه الاورام ممكن تكون بناين ومالجنانت، عشان نخلي الموضوع سهل علينا بس شويه. الورم ممكن يكون بناين او ممكن يكون مالجنانت، ماشي. طب بناين بيطلع منين؟ من الابيثيليوم او من الكونكتيف تيشو. المالجنانت من الابيثيليوم او من الكونكتيف تيشو. طيب الاورام اللي هي البناين اللي طالعه من الابيثيليوم، ده الابيثيليوم بتاع الاسوفاجس اللي هو الميوكوزا، فنسميها ميوكوزال تيومرز.
طب الاورام اللي طالعه من الكونكتيف تيشو ده موجود فين؟ في الجدران بتاع الاسوفاجس بعد الميكوزا، فاسمها سب ميكوزا او سب ميكوزال او انترا ميورال ايه تيومر. يبقى طبعا اهم حاجه عندي الاورام بتاع الابيثيليوم دي. طب تعال نشوف امثله كده، ايه اللي ممكن يكون طالع من الابيثيليوم كميكوزال تيومر يعني؟ والله هو الابيثيليوم بتاع الاسوفاجس سكويموس، سكويموس ابيثيليوم، فبابيلوما، فسكويموس سيل بابيلوما. فيعني هنا كده، في لو طلع من ميكوزا بناين هنسميها سكويموس سيل بابيلوما. بابيلوما ده البناين تيومر اللي بيطلع منين؟ من الايه؟ الابيثيليوم. طب سكويموس سيل بابيلوما اللي هو سيرفس ابيثيليوم قصدي، ماشي، سكويموس سيل بابيلوما اللي هو بناين تيومر طالع من السكويموس ابيثيليوم، تمام. طيب كونكتيف تيشو هو ايه اللي موجود في جدار الاسوفاجس؟ والله موجود في الجدار بتاعه في سموث ماسلز، في فايبر بلاست موجوده في الجدار، في ممكن يكون في اديبوس تيشو برضه بعد الخلايا الفات سيلز وكده، ماشي، في نيرف سيلز موجوده، في بلاد فيسلز. طب يعني دلوقتي عشان اعرف كده مكونات الكونكتيف تيشو الموجود، في عندنا مثلا في بلاد فيسلز في جدار الاسوفاجس، في نيرفز موجوده في جدار الاسوفاجس، في سموث ماسلز، تمام، في عندنا ممكن دهون، نسبه بسيطه كده من الدهون ولا حاجه في الجدار، ممكن في فايبرس تيشو، تمام. طيب ايه الاورام دي؟ لو في بلاد فيسل يبقى انجيوما او هيمانجيوما، نيرفز نيوروفايبروما، سموث ماسلز ليوميوما، طب من الفات لايبوما، في الفايبر تيشو فايبروما. بس دول طبعا دي كلها حاجات رير، تمام، يعني اللي هيهمني في كل الكلام ده كله عشان تبقوا عارفين اللي هي المالجننت بتاع الابيثيليوم. طب تعال بص بعد كده، المالجننت اللي بيطلع من الكونكتيف تيشو بتاع الاسوفاجس، يعني بص البناين دول هيقلبوا مالجننت، يعني بصوا هيمانجيوما، انجيو ساركوما، نيورو فايبرو ساركوما، ليوماي ساركوما، لايبو ساركوما، فايبرو ساركوما، يعني دول هيقلبهم ايه؟ ها مالجننت. طيب طب دلوقتي اللي يهمني في القصص دي كلها المالجننت بتاع مين؟ بتاع الابيثيليوم اللي احنا بنطلق عليه اسم كده كارسينوما اوف اسوفاجس. لو تاخد برضو من حاجه هنا، انا قلت هنا ايه؟ ليومايوما، ليومايو ساركوما، فايبروما، فايبرو ساركوما، لايبوما، لايبو ساركوما. فالكونكتيف تيشو بيبقى ساركومات. احنا قلنا في التيومرز او في النيوبليزي قبل كده ان المالجنت تيومر ممكن تكون طالعه من الابيثيليوم وطالعه منين؟ من الكونكتيف تيشو. لو طالعه من الابيثيليوم كارسينوما، لو طالعه من الكونكتيف تيشو ساركوما، فاقلب دول ساركوما. خلاص كده انا دلوقتي بتكلم على مين؟ على الابيثيليوم. البناين ابيثيليال تيومرز بتاعت مين؟ بتاعت الاسوفاجس، بنطلق على اسم كده كارسينوما اوف اسوفاجس. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي الى كارسينوما اوف اسوفاجس؟ بص معايا، عامه في الجي اي تي عشان تبقى متخيلين المنظر يعني، تمام، عامه الكارسينومات بتاع الجي اي تي او الكارسينوما اللي بتيجي في الجي اي تي بتبقى عاده كومون في الميل above 40. سبحان الله، هي كده ماشي، ميل اكتر من كام؟ من 40 سنه. ده ايه؟ ده عرضه للسرطان بتاع مين؟ الجي اي تي، او دي السرطانات بتاع الجي اي تي بتيجي اكتر في الميل فوق كام سنه؟ 40 سنه، تمام. طيب في اكسبشنز، في اكسبشنز، يعني احنا اقول لكم حاجه مثلا، طب ما انت الست اللي كان عندها البلومر فينس سندروم دي سنها صغير، والاكاليزيا برضو، ودي بريتس بوز لكانسر، بس هل الحاجات دي كومون؟ يعني مثلا بلومر فينس سندروم دي حاجه مشهوره يعني؟ لا طبعا، تمام. الاكاليزي دي حاجه مشهوره؟ لا طبعا، حاجه مش نادره، تمام. فبس ممكن تقلب بايه؟ بكانسر. ممكن تقلب بايه؟ بكانسر، تمام. طيب بس عاده سرطانات الجي اي تي، كانسر استومك، كانسر كولون، كانسر اوسوفيجاس، تمام كده، بيبقى كومن فينها في الميل اباف 40. طب ادي حاجه، يبقى دي معلومه. يبقى لو انا دلوقتي بتكلم على الكارسينوما بتاع الاوسوفيجاس، ماشي، كارسينوما اوف اوسوفيجاس كومن فين؟ ايه البريديسبوزنج فاكتورز بتاعتها؟ اولا هي كومنها ميل اباف 40، تمام. طيب برضه حاجات مشهوره في الجي اي تي عشان الاكل والكلام ده كله، ايه؟ في عندنا انواع من الحاجات، ممكن في الاكلات او السوائل اللي ممكن تخش فين في اثناء الاكل، ممكن تعمل اريتيشن للميكوزا بتاع الجي اي تي وتؤدي الى ايه؟ الى كانسر، ماشي. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعمل الكلام ده كله؟ ممكن حاجات مختلطه باللعاب، زي مين كده؟ زي السموكينج. حضرتك طب السموكينج يعمل سرطان ازاي؟ ده السموكينج ده بتاع الرئه. لا، ما هو البرودكت نفسها بتاعت الحرق بتاع التبغ وورق السجاير والكلام ده كله بيختلط بالايه؟ باللعاب. حتى بتلاقي المدخن ده ريحه بقه مش كويسه، تمام. فالبرودكت بتاع السموك دي كلها، التدخين دي، بتختلط باللعاب ويبلع بقى الكلام ده كله.
طبعا بيعمل بقى سرطان في الماوث، وسرطان ممكن سرطان في الفارينكس، وسرطان في الاسوفجاس، وسرطان فين ها في المعده. فالسموكينج بيؤدي الى ايه؟ الى كانسر، كارسينوما فين؟ في الجي اي تي. على فكره دي ثوابت كده في الجي اي تي، يبقى ايه ميل فوق 40 سنه. طب سرطان المعده ميل فوق 40 سنه ممكن سموكينج، ايه كمان؟ الكحول، ماشي، الخمرجيه برضه بايه الكحول ده بيعمل برضه اريتيشن للايه، للميكوزا بتاعت الايه جي اي تي، ويؤدي الى ايه، الى نوع من السرطانات. ايه تاني؟ هوت فود اند درينك، الاكل السخن، والناس اللي بتاكل بتحس ان بقها بلاستيك، دي ما تعرفش عامله ازاي، الاكل مولع كده تمام، وايه وبيبلع عادي جدا. طب بيبوظ الميكوزا نفسها، بيعمل التهابات فين؟ في الميكوزا، وبيحرقها تمام، مره في الثانيه في الثالثه، بيعمل اريتيشن للميكوس امبرين، ويؤدي الى سرطانات تمام. طيب ايه تاني؟ على فكره دي انا كده بتكلم ايه، في برضو حاجه اسمها السبايسي فود ودرينج، يعني ده هوت اللي هما ايه حاجات السخنه، في السبايسي فودز اند درينكس. الجماعه بتوع جنوب شرق اسيا دول يعني حاجه صعبه قوي، الحاجات دي كلها بتعمل اريتيشن لمين؟ الميوكوس امبرين، الحاجات دي كلها شطه دي وتوابل وبتاع تمام. طيب هم اصلا هناك بالنسبه يعني عندكم مثلا تايلاند مثلا، لازم الاكل عليه توابل، لازم الاكل يبقى عليه توابل بعنف، ماشي يعني. طبعا في الاجانب بيروحوا هناك في عندهم مشكله، بيجي لهم تسمم غذائي للتوابل والحاجات والشطه اللي بيحطوها على الاكل دي في تايلاند، بتعمل ايه؟ المفروض بتقتل البكتيريا والحاجات الموجوده فيه، اكل ملوث اصلا ماشي. فلازم تاكل الاكل بالتوابل دي عشان ايه؟ تقضي على الايه، على الميكروبات الموجوده فيه. فالسياح اللي بيروحوا ما بياكلوش التوابل دي خالص ماشي، فبيروح واخد الاكل من غير التوابل دي، فبيجي لهم تسمم غذائي، حاجه مسخره يعني ماشي. ده بالنسبه للايه، للبريديسبوزنج فاكتور الشهيره دايما في الايه، في الجي اي تي تمام. هنقولهم في المعده، هنقولهم في المعده، في الاسوفجس هنقولهم في الاسوفجس، وهكذا. طيب المهم، يبقى دي الثوابت بتاعتنا، راجل اكتر من 40 سنه بيدخن، خمرجي، بياخد هوت فود، هوت فود ودرينك، اكل سخن مولع، السبايس فودز وايه ودرينكس. ايه كمان؟ في حاجات بقى احنا لسه قلناها ماشي، ده كده ايه حاجات خاصه بالرجاله ماشي كده. ممكن نزود حاجات تانية بس برضو ممكن ستات، بس يعني اكتر فين؟ في الرجاله الكلام ده. طيب بص معايا، حاجه بقى زي مثلا بوست كريكويت كارسينوما، زي بلومر، بتحصل في حالات البلومر، فينسون سيندروم، لسه قايلها من شويه، اللي هي ست عندها ايرون ديفيشنس انيميا، والتهابات في الميوكوس مبرين بتاع الطنج والفارينكس والانجل بتاع الماوث، ماشي تمام. ادي حاجه. ايه كمان؟ قلنا في حاجه اسمها اكاليزيا، اللي هي المشكله بتاع الكارديك سفنكتر، ما بتفتحش والاكل بيتراكم فين؟ في اللور اند بتاعت الاسوفجاس، ادي مشكله تمام. طيب ايه كمان في الاسوفجاس خاص بيه؟ الريفلكس، اسوفجايتس، وبتعمل حاجه اسمها البارت، اسمها البارت ايه؟ اسوفجاس، الميتابليزيا اللي بتحصل في اللور اند بتاعت مين؟ بتاعت الاسوفجاس. فدي كلها حاجات بتؤدي الى سرطان الايه؟ كانسر الاسوفجاس تمام كده. ادي حاجه. طب ماشي، وبعدين طب الكانسر ده بيجي فين؟ في الاسوفجاس. تعال نتفرج ونشوف. بيجي في الاسوفجاس، ما انا عارف انه بيجي في الاسوفجاس، هيجي فين في الاسوفجاس؟ يعني يعني عندك دلوقتي الاسوفجاس اهو شايفينه، هل هو في الابر ثيرد، ولا في الميدل ثيرد، ولا في اللور ثيرد؟ تعال نشوف مع بعض كده. ممكن السرطان ده يجي في الابر ثيرد، ده ممكن في الفيميل في حالات مينها؟ البلومر فينسون سندروم، لما قلت اسمها بوست كريكويت كارسينوما، او كارسينوما في ابر اند اوف اسوفجاس، او كارسينوما في الهايبو فارينكس اللي هي اللور اند بتاعت مين؟ الفارينكس ماشي. يبقى لو جه في الابر ثيرد يبقى ده اون توب اوف بلومر فينسون سندروم، ادي حاجه ماشي. طيب ايه تاني؟ ممكن يجي في الميدل ثيرد، لو بقى سموكينج والكحول وهوت وسبايس فود ودرينج وبتاع ده، لو يمكن يجي فينها في الميدل ثيرد بتاع مين؟ الاسوفجاس. طيب في اللور ثيرد نتيجه الريفلكس، يعني مش الريفلكس الاتش اس اللي بيطلع من تحت كده وبيحرق اللور اند بتاع الاسوفجاس، فلو جه في اللور ثيرد يبقى اون توب اوف باريت ماشي. يبقى دلوقتي عندنا كده، في عندي ثلاث اماكن بيحصل فيهم سرطان في الاسوفجاس، ابر ثيرد، ميدل ثيرد، لور ثيرد. في الابر ثيرد ده لو اون توب اوف بلومر فينسون سندروم، في اللور ثيرد لو اون توب اوف باريت للريفلكس يعني، في الميدل ثيرد لو بقى ايه اللي هو السموكنج والكحول والهوت فود وايه ودرينك. طب سؤال بقى كده هنا، بص مين الاشهر دول؟ صح كده، السموكينج والالكحول دي مش يعني قليله شويه ودي نادره، فاشهر مكان بيجي في سرطان اللي هو الميدل ثيرد بتاع التدخين والخمور والكلام ده والاكل تمام كده. يبقى ده ايه the most common site for cancer في الاسوفجاس، هو الميدل ثيرد بتاع مين؟ بتاع الاسوفجاس. يلي حاجه اشهر شويه او يعني اقل شهر شويه، الارتجاع ماشي، الناس اللي بتاكل وتنام على طول تمام، اللي عنده هايتس هرنيا تمام، دي اسمها ايه؟ باريت اسوفجايتس. فتاني مكان بيجي فيه الكانسر هو ايه؟ اللور ثيرد. يبقى اول مكان ميدل، ويليه في الشهره الايه؟ اللور ثيرد.
اقل حاجه اللي هو بقى السبب النادر اللي هي بلومر فينس سندروم، فبيجي في الابر ثيرد بتاع مين، بتاع الايه، الاسوفجس. تمام. طب ادي حاجه يعني، اهو انا بقول لكم مثال اهو، يعني احنا قلنا الاورام بتاع الاسوفجس كومن في الرجال اكتر من 40 سنه، اورام المعده كومن في الرجال اكتر من 40 سنه. طب تعالى على الاسوفجس ده، ممكن يجي في ستات، ممكن يجي في ستات، امتى؟ اون توب اوف بلومر فينسون ايه سندروم، اون توب اوف بلومر فينسون ايه سندروم. ماشي. طيب ممكن برضو في ستات، مش شرط البارد، في كمان لو تفتكروا في اللور ثيرد الاكاليزيا، مش دي تحت برضو؟ تمام. ممكن تيجي برضو فين، تعمل سرطان للايه، للاسوفجس. طيب دي برضو من ضمن البري ديسبوزنج فاكتورز، برضو ممكن نزودها فين، فيها يعني احنا انا قلنا في البري ديسبوزنج فاكتور هنا الاكلات. ماشي. زي ما قلنا هنا كده اهو، احنا كاتبينها الاكاليزيا بتاعت مين، بتاعت الايه، الكارديا. تمام، حلو. طب تعال ايه الجروس فايندنج اللي احنا بنشوفه، احنا دلوقتي قلنا ايه الموست كومن سايت اللي هو الميدل ثيرد اوف اوسوفاجس، يلي اللور ثيرد بتاع الاوسوفاجس، ليس كومن او قليل قوي فين، في الابر ثيرد اوف ايه، اوف اوسوفاجس. طيب جروس فايندنج، تعال نشوف كده مع بعض الورم ده شكله عامل ازاي اهو. طبعا الاوسوفاجس ده انبوبه. ماشي. ولو لو ترجع برضو الفيديوهات النيوبليزيا في الجنرال باثولوجي هتفتكروا كده، كنت بقول الكارسينومات او الكارسينوما لما بتيجي على سيرفيس بتاخد اشكال معينه، الاشكال دي ممكن الشكل ده اسمها فانجيتنج ماس. تمام. او سام بوليبويدال ماس، كولي فلاور ماس. ماشي. اللي هي بروجكتنج فروم سيرفيس فيكسد تو اندرلاين. يا جماعه بصوا، بالنسبه قبل يعني يا ريت الجي اي تي لما تبداوا فيه والريسبيراتوري في الاورام بتاعتهم ترجعوا للنيوبليزيا بتاع الجنرال اللي هو الفرق بين الكارسينوما والساركوما، في جدول كده في يعني بصوا في شويه حاجات كده عايزين ايه نرجعها من الجنرال. ايه الحاجات دي؟ هنرجع للفيديوهات بتاعت الاتي. بصوا الفرق بين البناين والمالجنت تيومر. تمام. ايه تاني؟ ايه الفرق بين الكارسينوما والساركوما، عشان برضو تستفيدوا منين، من الشغل بتاعنا يعني قبل ما تخش في التيومرز اوف بتاع سيستميك جي اي تي بقى او الريسبيراتور او غيره، ذاكر الحاجات دي الاول في الجنرال باثولوجي. الفرق بين بناين تيومر ومالجننت، الفرق بين كارسينوما وساركوما، ايه هو السبريد اوف مالجننت تيومر، بيحصل ازاي بس وخلاص. حلو قوي كده. تمام. طيب عايز تستفيد اكتر بقى كمان، اللي هي الكارسينوما اوف جلاندولا اوبيثيليوم، في حاجه كده ايه ذاكروها هتنفعكم كتير قوي الحاجات دي، اوف جلاندولار ايبيثيليوم. ماشي. وبرده السكويموس سيل كارسينوم. يبقى انت كده تمام، ذاكرت شويه الحاجات دول كده هتبقى يعني ايه 100 100 فين، في السيستميك ان شاء الله. مش لازم اقرا كل، مش ما تجيش بقى تقول لي هقرا مش عارف ايه البارنيوبلاستيك سندروم ومش عارف والبري كانسرس ليجنز، اقرا دول بس حلوين قوي. تمام. طيب دول موجودين في الجنرال باثولوجي. طب تعال نكمل كده مع بعض. يبقى احنا قلنا اشهر مكان بيجي في السرطان، في سرطان في الاسوفجس هو الميدل ثيرد، الاشكال بتاعتها اول حاجه اسمها ايه، فانجيتنج ماس. حاجه تانية ممكن تعمل قرحه اسمها مالجننت السر، افيرتد ايدج نيكروتيك فلور فيكسد تو اندرلاينج. تمام. ايه كمان ممكن الماس تعمل انفلتريشن للول كده بالمنظر ده، وبتعمل ثيكننج للول ونروينج فين، في اليومن، فبنسمي دي انيولار ماس، انيولار انفلتريتنج ماس، كوزنج ثيكننج اوف وول اند ناروينج اوف ايه، اوف ليومن، بتعمل حاجه زي ستينوزس كده او ضيق في الايه، في الاسوفجس. طب ده بالنسبه للجروس بيكتشر، ده الجروس بيكتشر بتاع كانسر ايه، اسوفجس. طب مايكروسكوبيك، بص معايا دلوقتي احنا قلنا الورم ممكن يجي في الابر ثيرد او الميدل ثيرد او اللور ثيرد. طبعا مين رقم واحد واهم واحد؟ الميدل ثيرد، يليه اللور ثيرد، اقل واحد في الحدوث او في المكان اللي ممكن يجي فيه اللي هو الابر ايه، ابر ثيرد اوف اسوفجس. فقال بص لو الورم جه في الابر ثيرد او الميدل ثيرد بيبقى سكويموس سيل كارسينوما، وده الكومونست. ماشي. يعني اشهر مايكروسكوبيك فايندنج ككانسر هي سكويموس سيل ايه، كارسينوما. ماشي. وتبقى فيها طبعا فيها ديفرانشيشن، في حاجه اسمها ويل ديفرانشيتد، مودر ديفرانشيتد، بورلي ديفرانشيتد، الجريدنج بتاعها يعني. فبالنسبه للسكويموس سيل كارسينوما كومونلي بتبقى مودريت وبورلي ديفرانشيتد، لما بتيجي في الاسوفجس كومونلي بتبقى مودريت اند او بور اي ديفرانشيشن. ماشي. طيب لو جت في اللور ثيرد بتبقى ادينو كارسينوما. يبقى انا عندي فين المايكروسكوبيك فايندنج بتاع الكارسينوما بتاع الاسوفجس، حاجتين اتنين، يا اما سكويموس سيل كارسينوما يا اما ادينو ايه، ادينو كارسينوما. تمام. طيب السكويموس سيل كارسينوما لو جت بتيجي فين او فين، لو في الميدل او في الابر ثيرد،
ادي انه لو بتيجي فين في اللور تيرد بتاعت مين؟ بتاع الاسوفاجس. طب مين اشهر؟ السكويموس سيل كارسينوما ولا ادينو كارسينوما؟ سكويموس سيل كارسينوما. احفظ كده الاسوفاجس سكويموس ابيثيليوم، يبقى الورم المشهور بتاعه هو سكويموس سيل كارسينوما. طب ازاي ادينو كارسينوما بتيجي تحت؟ ماشي، ما احنا لو تفتكروا البارت كان بيحصل حاجه اسمها انتستاينال ميتابليزيا، ماشي، شبه الايه الابيثيليوم بتاع الانتستين، جلاندولار ابيثيليوم، تمام؟ فالجلاندولار ابيثيليوم بيطلع منه ورم اسمه ايه؟ ها، ادينو كارسينوما. فهمتم؟ يعني بتيجي اون توب اوف بارت، فمع الميتابليزا اللي بتحصل التغير في الابيثيليوم ده من السكويموس لجلاندولر ابيثيليوم زي الانتستين كده، فبيقلب بايه؟ بادينو كارسينوما. طيب ده بالنسبه للايه؟ للميكروسكوبك فايندنج اللي بنشوفها فين؟ في الكارسينوما بتاعت مين؟ الاسوفاجس. بس خلي بالكم الادينو رير، ماشي، مين الكومون؟ السكويموس، ولو جت بتبقى غالبا مودريت او بورلي ايه؟ ديفرنشيتد. طب ماشي، ازاي بينتشر الورم بتاع مين؟ بتاع الاسوفاجس ده؟ تعال نشوف كده مع بعض ايه المشاكل بتاعته اللي ممكن تحصل. اول حاجه لوكال سبريد، ينتشر في مكانه، تمام كده؟ يعني دي التراكيه وده الاسوفاجس. طب لو انتشر في مكانه هيقفل الاسوفاجس، ادي واحد اوبستراكشن، والعين ده هيعاني من حاجه اسمها ديسفيجيا. الورم ده ممكن ينزف، النزيف ده يتجمع في المعده ويروح مرجع دم، اسمها هيماتيمسيس، قيء دموي. طيب ممكن قطع من الورم ده او ممكن الاسوفاجس ده يفتح على التراكيه، الورم ينتشر كده ويروح خارم الايه؟ التراكيه والداخل فيها كده، وعمل ممر كده بين الاسوفاجس والتراكيه اسمه التراكيو اسوفاجيال فيستولا، اسمها التراكيو اسوفاجيال ايه؟ فيستولا. ومن خلال الايه الفيستولا دي، ماشي، بيحصل ايه؟ الاكل طبعا ممكن يعدي من خلال الايه؟ التراكيه، وينزل في قلب الايه؟ في قلب اللانج. يعني ميجي ياكل اي حاجه يروح الاكل معدي من خلال الايه؟ الفيستولا دي، تمام. طب ينزل في ايه؟ في قلب اللانج، يعمل التهاب رئوي، ماشي، الاكل البرودكت دي كلها، او ممكن قطعه من الورم نفسه تعمل حاجه اسمها اسبيريشن نيومونيا. اسمها ايه؟ اسبيريشن ايه؟ نيومونيا. ادي حاجه، تمام. يبقى دلوقتي بص معايا، الورم ده نتيجه الانتشار في مكانه هيقفل الاسوفاجس اوبستراكشن، او ينزف، تمام، ويعمل ايه؟ يملى المعده وبعدين يروح مرجع دم، اسمها هيماتيمسيس، او يفتح على التراكيه ينتشر كده ويتوغل في جدار الايه؟ التراكيه، ويعمل فيستولا بين الاسوفاجس والايه؟ والتراكيه، تمام. الفيستولا دي ممكن بقى من خلالها الاكل بيعدي، ممكن بقى قطعه من الورم نفسها بتنزل في قلب الايه؟ في قلب التراكيه وتكمل في اللانج وتعمل حاجه اسمها اسبيريشن ايه؟ نيومونيا. ادي حاجه. طيب الورم ده ممكن يروح على الليمفاتيك، يبقى في لوكال سبريد وفي ليمفاتيك سبريد. وخلي بالك دي كارسينوما، الكارسينوما دايما بتبقى ايرلي بلاد، عشان قلت لكم اقروا الجدول او اقروا المقارنه بين الكارسينوما والساركوما يا جماعه. في معظم الكارسينومات بتدي ايرلي ليمفاتيك وليت بلاد، الساركوما العكس، ايرلي بلاد وليت ليمفاتيك، ماشي. طيب دلوقتي بص معايا، الليمفاتيك سبريد لو في الابر ثيرد او في الميدل او في اللور ثيرد. لو في الابر ثيرد الورم بيروح على حاجه اسمها سوبرا كلافيكولار ليمفينود، فوق الكلافيكل. لو في الميدل ثيرد ميدياستاينال ليمفينود، في اللور ثيرد على حاجه اسمها سيليك ليمفينود. يعني عشان نفهم الكلام ده، بصوا دي الكلافيكل، ده القفص الصدري، دي الاسترنم هي قدامنا، ودي الابدومن. الاسوفاجس يا جماعه ليه ثلاث اجزاء، جزء في النك، جزء في الثوركس في حته اسمها الميدياستاينم، وجزء في الابدومن، تمام كده، اسمه ابدومنال بارت. طب لو جه في الورم في الابر ثيرد هيروح على الليمف نودز اللي في منطقته، ماشي، اللي اسمها سوبرا كلافيكولار ايه؟ ليمف نودز. طب لو الورم في الميدل ثيرد هيروح على الليمف نودز اللي في منطقته، اللي في المنطقه دي اسمها ميدياستاينم، ميدياستاينال ليمف نودز. لو الورم ده جه في اللور ثيرد، طب ما هو في ليمف نود في الابدومن، ماشي، في كده جنب ارتر كده اسمه سيلياك ترانك، مع عند بيطلع من الاورطه حاجه اسمها سيلياك ليمف نود، فبنسميه ايه؟ ابر ثيرد بيروح على السوبرا كلافيكولار ليمف نود، لو في الميدل ثيرد بيروح على الميدياستاينال ليمف نود، ولو في اللور ثيرد بيروح على السيلياك ايه؟ السيلياك ليمف نود، ماشي. ده بالنسبه للايه؟ للانتشار بتاع الورم عن طريق الايه؟ الليمفاتيك. طيب ايه تاني؟ يبقى سوبرا كلافيكولار، ميدياستاينال، سيلياك ليمف نود، ماشي. حاجه ثانيه بلاد سبريد، طبعا دي كارسينوما ليت، بس مش كله، يعني غالبا الكارسينوما بتبقى ليت بلاد سبريد وايرلي ليمفاتيك. هيروح على ايه؟ على اللنج، ماشي، يروح على الليفر، يروح على البرين، ماشي، ده بالنسبه على البون. ده بالنسبه للايه؟ للبلاد سبريد بتاع مين؟ بتاع التيومر اوف اسوفاجس، بتاع الكارسينوما اوف. ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله هنتكلم بقى على الايه؟ على الديزيز اوف ستومك، جاسترايتس والبيبتيك السر والكارسينوما اوف ستومك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.